السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ تصبحوا وتربحوا؟ كي دايره مع الصحه؟ لاباس عليكم. اليوم جيت نشارك معكم الصباح ديالي كيف ما هو. بغيت ندير شويه ديال الرفيسه كيف ما عرفتوا، دابا البرد هذه هي وقيتها. بغيت ندير واحد بريوش سائل الكاسكروت. انا كندير كل شيء في الصباح باش كنتهنى وكتبقى العشيه ديالي. هذا الشيء اللي كاين هنا. غنعجن الرفيسه ديالي. انا درت شويه ديال الفينو، كثرتو على الفورس وشويه ديال الملح، غير شنو غير ما بارد، لان الطريد ما يحتاج لا الخميره لا والو. هنا الدجاج ديالي ها هو هنا قطعتو، وعند الدجاج كل واحد وقياس ديالو. انا درت ديال حساب جوج طوالات، هنا غير جوج، درت فيه العشوب ودرت فيه العطريه كامله وخليته معايا يترقد. بيد ما عجنت الفيسه ديالي كيف ما قلت لكم، انا كنعجنها غير بالماء بارد، ما كتحتاج لا ما سخون لا والو. وها انتما معايا. صافي، هنا من بعد ما كملت التريد ديالي والمريقه ديال الفيسه طابت، صافي انا غنسقي هنايا كيف ما شفتوا. درت الطبقه الاولى باش كندير ليها البلول باش كتجي فازقه، يعني ما تجيش ناشفه. الا حنتي الا دخويتو الرفيسه كامله وسقيتو من الفوق لتحت كيبقى ناشف. صافي غنزيد اللي بقى، غنزيدو من الفوق. دابا كيف ما كتعرفوا الرفيسه راه هذه هي وقيتها مع شويه ديال العشوب. يا سلام، مع السمن، كتبغي السمن والعشوب والثومه والحلبه والعدس. يعني انا رفيسه بلدي اللي درت، ماشي نبقى نزوق غير انا وراجلي، ما كاينش شي حد اللي براني ولا. نقول لكم الريحه كيفاش طالعه ديال العشوب.
وكل نهار رزقه. هذه هي المرأة المغربية، مدبرة وليست مبدرة، ماشي كلشي كاين اللي مبدر. ايوا صافي بصحة وراحة. هو غدانا هنا من بعد ما تغديت وغسلت الماء ديالي درت نصوب واحد بريوش قطني ساهل. هنا عندي بيضة وصفر ديال او بيض ديال بيضة، لان الصفر غندهن به من الفوق خليته ابقى. هنا عندي ربع كاس ديال الزيت نباتية، عندي كاس لاروب ديال السنيدة، هنا كاس ديال الحليب دافي. صافي هنا غنخلط كلشي لان هاد بريوش غيخمر، ضروري خص يكون حليب دافي باش الخميره ديالنا ما هذا. هنا غندير واحد الطريقه ديال الملحه، هنا واحد شويه ديال الخل باش كتجي مفشفشه. صافي كنخلط مزيان، يعني هذا بريوش ساهل واقتصادي كيف ما كنقول لكم دائما. كلشي كاين في الدار، ما تحتاجوش تخرجوا للسوق، ومن الاحسن واحد يصوب هكا حويجه في دارو. هنا غندير جوج معالق ديال خميره ديال الخبز، يعني معلقه كبيره. هنا عندي واحد الساشي ديال خميره ديال الحلويات. صافي كنخلط كلشي يكون يعني نضرب مزيان باش كتندمج العناصر. هنا غنحك واحد الحامضه، يعني الا بغيتوش ديروا الحامض ديروا الفاني حتى هو كيجي مزيان، او القشور ديال الليمون غير التنسيم باش تنسم، ولا ديروا فيها الزرارع الا بغيتوا الزنجلان والنافع حتى هما. صافي هنا الطحين، الطحين ما نقدرش نقول لكم العبار، لان على حسب البيض واش كبير واش صغير، على حسب الطحين واش كيشرب. المهم الخليط يكون جاري بحال شكل ديال الكيكه، يكون ما يكونش مقاصح. انا تقريبا هزت لي هنايا شي جوج كيسان هكاك ديال العنبه. صافي هنايا المول دهنتو بالزبده ودرشيت عليه الطحين. صافي غنخوي داك الخليط ديالي، كنطلع يدي الفوق باش داك الهواء كله يخرج. صافي هنا قديتو غنغطيه بالبلاستيك الغذائي حتى يخمر، عاد غنكون ديجا مسخن الفران مزيان. صافي هنايا من بعد ما خمر صافي غندهنو بداك الصفر ديال البيضه اللي بقى مع شويه ديال القطرات. غندير كيف ما قلت لكم الصفر ديال البيضه مع قطرات ديال الخل. صافي هنا غندهن غير بشويه باش ما نجلخش، يعني ما نهبطش الخليط ديالي لتحت كيف ما شفتوا. هاد بريوش كيجي ساهل واقتصادي، في ساعه كيوجد. حيدو غير شويه العكز وصافي. صافي هنا غنزينو بالزلجلان والبافون. التزيين كيبقى اختياري كل واحد وباش غيزين. هنا الفران راه ديجا كيسخن مزيان لانه خصو ضروري يكون سخون. صافي هنا غنخشي البريوش ديالي، وهنا ما بقى لي الا نودعكم. ما تنسوش تخليوا لي تعليق زوينه ديالكم ولي لايك الى فيديو قادم ان شاء الله.